الخلاصة في سمك الغطاء الخرساني جميع العناصر الملامسة للتربة والمعرضة لمواد ضارة من أملاح أو كردات أو كبريتات مثل الأواعد أو اللبشة أو الميدات أو السملات أو الشدادات. بيتم أخذ الغطاء الخرساني من 5 إلى 7 سنتي، في الغالب بناخده 5 سنتي. أما العناصر الغير ملامسة للتربة مثل الأعمدة أو الأسقف أو الكمرات، الغطاء الخرساني من 2 إلى 3 سنتي. مع الأسقف والكمرات عادة بناخده 2 سنتي، مع الأعمدة غالبا بناخده 2.5 سنتي.